ولما نبص على الثلاث جهات اللي هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي، الولايات المتحدة والصين وأوروبا، دول ليه بنقول ان هم المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي؟ لان هم بيمثلوا 50% من الانتاج العالمي. وبالتالي لما بنبص على متوسطات النمو على مستوى العالم، احنا بنتكلم النهارده على انخفاض المتوقع النمو السنه الجايه يبقى ما يزيدش عن 2.7%، واول امس في تقديرات ان هو هينخفض كمان عن 2%. طيب لما نشوف بقى أمريكا والصين وأوروبا بيحصل فيهم إيه؟ أمريكا متوقع إن معدل نمو ما يزيدش عن 1%، وفي توقعات إن هو السنة الجاية يبقى معدل نمو سلبي. معدلات التضخم هتصل إلى 7.7% بمقارنة باللي هم كانوا مستهدفينه 2%. الصين عندهم حالة أو سياسة الزيرو كوفيد، وحضراتكم شايفين حجم الاضطرابات الموجودة في الصين، فبنتكلم النهاردة على معدل نمو 3.2% نزولا من 7% معدل نمو. وطبعا أزمة قطاع العقارات في الصين بتؤدي إلى وضع انكماشي شديد. أوروبا مع أزمة الطاقة اللي موجودة في العالم نتكلم على معدلات نمو مش هتزيد عن 0.5%، ومعدل تضخم بيتعدى 10%. أوروبا بتواجه برد، موجة بردية طبعا، شتاء شديد البرودة نتيجة نقص الغاز، وطبعا نقص الغاز ده بيؤثر عليهم بشكل كبير في الشتاء، وبيؤثر كمان على صناعات هامة جدا زي صناعة الأسمدة، وبالتالي بيؤثر بشكل كبير أيضا على الأمن الغذائي.